واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آية 103 سورة آل عمران. ليه إحنا مش معتصمين؟ ليه بنفرج الناس علينا وعلى خلافاتنا؟ ليه غيرنا تقوى بالاتحاد على اختلافهم وإحنا على عظم ديننا ومساواته بين الناس وبيانه إن رابطة الإسلام أقوى رابطة مختلفين ومتنازعين؟ من أسباب ده التعصب لدولة أو قومية أو عرق أو مذهب أو حتى فرق كورة، والحكم المسبق على الناس استنادا لحاجة من الحاجات دي. أكيد طبيعي إنك تحب بلدك، لكن ما ينفعش إن الدول تبقى وسيلة للحكم على الناس من غير النظر لأشخاصهم، مين الكويس ومين الوحش، مين الذكي ومين الغبي. مواطنين البلد الفلاني بخلة، ومواطنين البلد الفلاني متخلفين. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. آية 37 سورة سبأ. فكر في الآية دي كده، الأولاد والأموال رزق من ربنا طبعا، بس الإنسان بيعمل ليها أو ليه دخل فيها. لكن القرآن بيقولك إن ملهاش وزن في الحكم على الناس، المهم الإيمان والعمل الصالح. طب يا ترى إيه وزن اللون والجنسية؟ دي حاجات ربنا اداها للإنسان من غير ما يكون ليه دخل فيها. إزاي تفرق الناس وتحكم على أساسها فقط؟ عشان كده التفرقة العنصرية أسوأ أنواع التفرقة. اللي قال كده الحاج مالك شباز أو مالكوم إكس في كتاب سيرته الذاتية الرائع. للي ما يعرفش، مالكوم إكس كان من المدافعين عن حقوق السود في أمريكا في الستينات. أسلم في بداية حياته مع جماعة متطرفة محرفة للإسلام بتقول إنه لا سبيل للتعايش بين البيض والسود، وبعد كده عرف الإسلام الحقيقي وراح الحج وشاف إزاي المسلمين من كل الأجناس والألوان بيعبدوا رب واحد ويصلوا له ويدعوا سوا. استغرب إزاي المسلمين سايبين الإسلام يحرف في أمريكا. رجع مالكوم إكس لأمريكا وابتدى ينشر فكر التعايش والإسلام الحقيقي، مما أدى لاغتياله. حياته مثال عظيم على اتباع الحق أينما كان. إنما كتير من المسلمين ما فهموش اللي مالكوم إكس فهمه، وما فهموش إن ربنا خلق الناس متساويين، كل الناس المسلم وغير المسلم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. آية 13 سورة الحجرات. ما بالك بالأمة الإسلامية بينها وبين بعض؟ ده احنا محتاجين تعارف بين الدول الإسلامية وبعضها لأننا نعرف قليل قوي عنها، وفي دول ما نعرفش اسمها أصلا. مين كان يعرف قبل مشكلة الإيجور الأخيرة إن في إقليم مسلم في الصين اللي هو سينجيانج أو تركستان الشرقية سابقا؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آية 70 سورة الإسراء. الإسلام كرم كل البشر على اختلاف أعراقهم وألوانهم. الناس فرحانة ببراك أوباما عشان جذوره الأفريقية. طب ما احنا في مصر حكمنا حاكم أسود من مئات السنين اللي هو كفول الأخشيدي، فاكرينه اللي هو بتاع المتنبي. وكلنا عارفين إزاي السود في أمريكا اتبهدلوا لحد الستينات عشان ياخدوا أبسط الحقوق، زي إنهم يركبوا في أي مكان في وسائل النقل العامة مش مكان محدد. نيجي إحنا يا مسلمين نرجع دلوقتي لجاهلية ما قبل الإسلام. ليه المسلمين العرب اللي عايشين في الغرب ما بيعرفوش يتعاملوا مع المسلمين الأسيويين؟ إزاي يبقى المسلمين الأفارقة اللي بيدرسوا في الدول العربية بيشتكوا من التفرقة العنصرية وإن الناس بتتريق عليهم؟ هقرا كلمتين مهمين من كتاب الدكتور محمد الغزالي ليس من الإسلام. شر ما رمي الإسلام به في الغارة الأخيرة على أرضه هذا التمزيق الذي فرق بين أهله وجعلهم شيعا متنافرة. ولئن كانت التعصبات المحدودة آفة إنسانية عامة إنها في يوم الإسلام هذا وفي حالته تلك إثم غليظ، بل هي أقصر طريق للخروج عن الإسلام
وتسليم أوطانه كلها للأجانب الغاصبين. هستعين بكلمات للشيخ حمزة يوسف من علماء المسلمين في الغرب ومؤسس معهد زيتونة بكاليفورنيا في درس على يوتيوب اسمه إسلام والإمرج أن بي ري استابلشت. بيت المسلمين ماسك فيه النار وإحنا جوه بنتخانق هنتفرج على أنهي قناة على التلفزيون. أي واحد بيعمل النهاردة على تفرقة المسلمين هو شيطان. الاختلاف بين الناس إرادة الله، بل هو آية من آياته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، آية 22 سورة العنكبوت. يعني حاجة المفروض نسعى للتعرف عليها وفهمها. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، آية 118 سورة هود. نفتقد النهاردة فقه الاختلاف لأن الناس ما عندهاش فكرة عن أصول الفقه وإزاي بيتم استنباط الأحكام الفقهية وإن الاختلاف فيها عادي ومقبول ومعروف. أمال ليه عندنا كذا مذهب فقهي والأئمة دول أئمة المذاهب الفقهية كانوا عايشين مع بعض وبيتعاملوا مع بعض بمنتهى التحضر؟ ليه نيجي إحنا دلوقتي ونتحيز لآراء شيخ معين أو مذهب معين أو اتجاه سياسي معين ونتعصب ليه وإحنا عارفين إن محدش معصوم وإن الكمال لله وحده؟ الاختلاف سنة من سنن الله ومن مظاهر قدرته في خلقه، لكن للأسف ناس كتير بتظن المختلف معها غلطان ويكون الاختلاف العادي المقبول سبب من أسباب التفرق والضعف. ناس كتير لا تقبل النقد كأنه عارف كل حاجة وناسي برضه إن الكمال لله وحده. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، آية 48 سورة المائدة. لما تقرأ الآية دي تجد أن التعصب ملهوش معنى. إذا كان ربنا بيقول لنا بخصوص أهل الكتاب كل واحد يشتغل وكلكم هترجعوا لله فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ختاما، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، يعني إلا تعاونوا وتناصروا في الدين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، آية 73 سورة الأنفال.